أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا وصلى الله عليه وسلم. مثل هذا السؤال الذي يطرحه الأخ يحدث في النفس نوعا من الاستغراب، إذ أن الله تبارك وتعالى سبحانه جعل علامات يستدل بها في هذه الأرض وفي هذه الحياة على الله. فمن العلامات التي يستدل بها على الله هم أدلاء الناس، أو الأدلاء الذين يدلون الناس على الله. وإن الذين يدلون الناس على الله هم الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله والمتقون، فينزلون في الناس منزل القدوة. القدوة بعد رسول الله هم أتباع رسول من العلماء والأئمة والدعاة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ثم عليكم بسنة أصحابي، ثم بالتابعين، ثم بعد بالعلماء، ثم الصالحون. هؤلاء يدلون الناس عن الله، فينزلون في الناس منزل القدوة. ومن أنزله الله في الناس منزل القدوة فهو سلاح ذو حدين، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. لأن الذي ينزل في الناس منزل القدوة إما أن يأخذ أجره وأجر من يقتدي به إذا كان قدوة للخير وإماما للخير، وإما أن يأخذ وزره ووزر من يقتدي به إلى يوم القيامة إذا كان قدوة سيئة. كذلك جعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، كان أئمة يدعون إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا هذو يهدون بأمر. إذن هناك من يهدي بأمر الله، العلماء الدعاة الصادقون، وهناك من يدعو إلى النار كما قال المصلح في حديث حذيفة بن اليمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها وهم يتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا. إذن فالإنسان أن يحذر. يقول الله تعالى في من ينزل في الناس منزل القدوة في النساء، يقول الله لنساء النبي يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا ضعفين؟ لأنها هي زوجة النبي، هي واسمه امرأة مسلمة، الإثم الأول. والإثم الثاني أنها تنزل في نساء المسلمين منزل القدوة فتأخذ وزرها ووزر من يقتدي بها. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحة نوتها أجرها مرتين، مرتين أجرها مسلمة وأجر من يتبعها لأنها قدوة في الخير فيقتدي الناس بها فتأخذ أجرها وأجر من يعمل بعملها. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يذكر أن قابيل أول من سن سنة سفك الدم بغير الحق، فكل دم وقطرة دم تنزل على الأرض بغير حق إلا ويحمل قابيل كفلا منها، لأنه سن في السنة سيئة وهي سفك الدماء. من هذا المنطلق فالأئمة أيوة اسمه ينزلون في الناس منزلة القدوة، فعليهم أن يعرفوا ذلك. فإن لم يكونوا يعرفوا ذلك واسمه دين يستهينون به بس بقيمة الإمام، وكذا كانوا هم يستهينون بقيمة الإمام فغيرهم أولى زين بالاستهانة بالإمام. إلى أنت ما عرفتش قدر واسمه الدير، فكيف تريد بالآخرين أن يعرفوا قدر ما تفعل؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. وعلى الخطرة قالوا له عبد الرحمن الجيلاني قال لي كان يلعب مع الصبيان وبقوا في اللي يقولوا له أسجد عبد القادر، بعد قالوا الولي عبد القادر، بعد قالوا عبد القادر، بعد قالوا أنا كفس. إني كنت نقدر روحي كانوا يقدروني الناس،
منين ما وليتش نقدر راسي وليت نلعب مع البزاوز يبقاو يسبوك الناس. اذا انت يا باش تكون ان شاء الله تبارك وتعالى في اعين الناس مزيان واسمو ان تكون في عين الله تعالى مزيان، فقيمتك وقدرك عند الناس بقدرك عند ربك. وكيفاش بغيت انت هذا القدر نتاعك يكون عند ربي؟ باش يكون بان تكون سباقا للاماما، انما جعل الامام ليؤتم به. انت امام والناس يعتمون بك، فعليك ان تكون سباقا للخير. فاذا راك الناس تسبق الى الخير تبعوك، فيصلح الله بك الامه. هكذا يخص تكون. ولذلك من يجي الامام وكيقول لك مثلا ها تمشي انت تصلي الصباح وما تصومش الامام، تقول له اش وراك تجي تصلي الصباح؟ راك كنت تجي تصلي. قال له الامام ما راكش يصلي الصباح ونصلي انا؟ لا سيدي الامام ما يصليش ونصلي انا. الامام راه يشخر فيحمل وزرا عدم تأدية صلاة الصبح كمسلم، ويحمل وزرا من يقتدي به في ترك صلاة الجماعة في المسجد وهو نعس شخر. ها؟ وإن كان ممن يحافظ على الصلاة فكل من يأتي إلى المسجد يأخذ أجره. الإمام كيدي الأجر تاع كل من صلى من ورائه كلش، ولا كان يعرف يصلي ويتقن الصلاة ويختار الآيات مع الأحداث وذاك الشيء، هو داعية إلى الله. كيزيدوا الناس يكثروا، فبقدر ما يكثرون بقدر ما يكثر أجره. أما هذا السيد اللي كيجيو مثلا الأئمة، اسمحوا لي الأئمة راه فوق رصاننا وهم القدوة، منين يجي يقول لك أودي مثلا أنا راني كون جي ما نصليش، ويجي ولا جاو يجلس اللور ويخليو لأمي كيصلي بالناس. هو راس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. لماذا تريد أن تترك الناس يعصون ربهم فتتحمل وزر الجماعة كلها؟ فلو أنك وأنت حاضر فيتقدم الأمي ليصلي فيلحن في القرآن فأنت المسؤول بين يدي الله، لأنه لم يوجد أحد من يؤخرك، إنما أرادوا تقديمك فتأخرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال قوم يتأخرون في المساجد حتى أخرهم الله. فلماذا يا أخي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى من يصلي يقول لك فليوني أولي الأحلام والنهى، أصحاب العقول أصحاب القرآن، كيف تأخرتها؟ والمصيبة الأعظم هي انه لا ياتي. ولا قلت له قلت راني كونجي. عباد الله واش الامام عنده الكونجي؟ اراك كونجي في الاداره، اراك كونجي في الاداره كاع، رحنا عندنا مخدمين في الاداره ورحنا كونجي، لكن واش الكونجي كاين في الصلاه؟ راك كونجي وتصلي في الوقت، واش الكونجي حتى في الدين؟ عمرو سمعتو سيدي ربي صيفط لك شبريه للدار وقال لك ان شاء الله تبارك وتعالى هذا الشهر راك كونجي ما تصليش؟ ان شاء الله تبارك وتعالى صلي غير في دارك ولا كاع ما تصليش كاع. راك تبارك الله راك خدمت بزاف هذه 11 شهر وهذا الشهر راني عطيته لك ان شاء الله كونجي. واش هذه يقولها عاقل؟ هذا احماق. هذا اللي كيقول لك انا كونجي، سيد ربي كيقول في القران على لسان عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ما دامت فيك نفس. شوف خاصه الصلاه، واخا تكون مريض واخا تكون تموت، كل عباده الا وتجد لها العذر، إلا الصلاة فلا عذر لصاحبها. يكفيك الحال يوصل الإنسان إلى ما يسمى بفاقد الطهورين، ما عنده لا لباس نقي ولا جسد نقي ولا أرض نقية، وما يقدرش يستعمل الماء وما يقدرش يستعمل التيمم، ومع ذلك يصلي. فاقد الطهورين يسمى الفقه، ومع ذلك يصلي. وتقول لي أنا راني كل شيء. ولذلك على هذا الصنف ماشي كل شيء اللي كيقول هالكلام، عليه أن يتقي الله وأن يستحضر خطورة وأبعاد هذه الثقافة التي ينشرها بسلوكه. أن الإمام يدي الكونجي، تخيل حتى الناس تبقى تسمع ويقولوا حتى الإمام راه عنده الكونجي، وتمشي هذه الفكرة هكذا مع جهل الناس بالدين، وهذا إمام في البادية وقال كاين الكونجي، كاع الناس تبقى تدي الكونجي. لذلك يتقي الله. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يغفر لنا يا رب، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا حياة طيبة وموتة مباركة. وصلى الله على حبيبنا محمد.